كيف يضمن الإنسان لنفسه بيتا في الفردوس الأعلى؟ هذا هو عنوان خطبتنا، لأنني أرى أن الكثير من المهاجرين يهتمون بشراء بيوتهم في الدنيا أو بتشييدها، إما أن يشتري قطعة أرض ويبني عليها منزلا له ولأولاده، وإما أن يشتري منزلا جديدا وهكذا. ولكن القليل من الناس هم الذين يهتمون بتشييد بيوتهم في الآخرة. بيتك في الفردوس الأعلى هو مصيرك الذي تصير إليه، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ربض الجنة يعني في أسفل الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن حسن خلقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا هو الشاهد معنا في الحديث: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، في أعلى مكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لمن يا رسول الله؟ لمن حسن خلقه. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن حسن خلقه. اللهم ارزقنا بيتا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين.